من الوضع في لبنان إلى الوضع في الجزائر هذه المرة. وصف علي بن فليس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في بلاده بأنها الطريق الأقل مخاطرة ومشقة ومعاناة. وبات بن فليس الذي تولى رئاسة الوزراء في الجزائر من 2001 إلى 2003 والرئيس الحالي لحزب طلاء الحريات بات أحد المرشحين الخمسة الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية بالجزائر المزمع أن تنطلق في 12 من ديسمبر. يذكر أن الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي المقررة الشهر المقبل قد انطلقت منذ أيام، وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد الحراك الشعبي الكبير الذي ما زال مستمرا في الجزائر. للمزيد من النقاش حول المشهد في الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور صادق مساء الخير وأهلا بحضرتك في إكسترا نيوز. يعني تصريحات بن فليس وغيره من المرشحين في انتخابات الرئاسة كلها تأتي حتى بعقد هذه الانتخابات وسياق الانتخابات ضد رغبة المتظاهرين في الشوارع الجزائرية في هذا الحراك المستمر والممتد على مدار أشهر طويلة. كيف يمكن أن تؤثر هذه الاحتجاجات وهذا الرفض للانتخابات على العملية الانتخابية؟ نعم طبعا، بعد التحية لحضرتك أستاذ المشاهدين، يعني خلينا ننظر إلى الموضوع من الجانبين. الجانب الأول طبعا هو رغبة السلطة الحالية، السلطة المؤقتة في الجزائر، في إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد ب 12 ديسمبر. طبعا حضرتك لو تتذكري معي كانت الانتخابات من المفترض أن تجرى في أكتوبر، لكن طبعا تم تأجيلها إلى ديسمبر. وأعتقد أن المشكلة هنا كانت في المشكلة الكبرى، كانت ربما حتى في أزمة دستورية حدثت في يوليو السابق عندما طبعا انتهت المدة اللي هي 3 شهور منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته. أنا أتخيل طبعا أن المشهد في الجزائر حاليا تحكمه أكثر من صورة، لعل الصورة الأبرز هو الرغبة في إتمام الانتخابات من خلال السلطة الموجودة في الجزائر، من خلال شريحة عريضة من المواطنين في الجزائر. يعني خلينا نكون منصفين، ليس الكل ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، هناك شريحة كبيرة من المواطنين الذين لم ينزلوا للشارع ورفضوا الاحتجاجات في الجزائر. طبعا موضوع الحديث عن شريحة كبيرة أو شريحة صغيرة كيف يمكن قياسه؟ يعني حين نقول أنه المتظاهرين يرفضون، يعني معيارنا هنا هو الهتافات والشعارات التي يرفعها المتظاهرون في الحراك كل أسبوع. يعني طبعا المقياس الأساسي يا سيادة الفضيلة هو عدد المتظاهرين أنفسهم. خلينا ننظر إلى العدد الإجمالي ثم نطرحه من عدد المتظاهرين. يعني عدد المتظاهرين كان في الجمعة الماضية اللي هي الجمعة 40 كان بالمئات. طبعا انا اتخيل ان كذا مليون شخص في الجزائر عندما نحكمهم بمئات اعتقد المساله تكون صعبه. لكن طبعا انا ارى ان الانتخابات ستجرى في موعدها، لان طبعا هذا هو ما اتفق عليه كل من السلطه الحاكمه في الجزائر، السلطه المؤقته في الجزائر، وايضا السيد احمد قيد صالح رئيس اركان الجيش الجزائري، فيما يتعلق بضروره ان الوفاء بالعهد مع المواطنين الجزائريين بإتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها. طبعا أنا أرى هل تتفق أنا أسفل المقاطعة لكن يعني بذكر هذا الحديث وتصريحات المسؤولين في الجزائر، هل تتفق مع ما ذكره بن فليس أنه عقد انتخابات رئاسية في هذا التوقيت والسير في خريطة الطريق بهذا الشكل هو الطريق الأقل مشقة ومعاناة للجزائريين كما قال؟ بالطبع، يعني لأن طبعا باقي الطرق هي ربما هي الأكثر مشقة فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات للمرة الثانية وماذا بعد. يعني خلينا ننظر الموضوع من الناحية الأخرى حتى من وجهة نظر المتظاهرين. المتظاهرين يقولون أنهم يرفضون السلطة السياسية التي جاءت بعد استقلال الجزائر، يعني نتحدث منذ عام 1962 حتى تاريخه. أليست هذه السلطات السياسية التي جاءت بعد انتخابات الجزائر هي من أوصلت الجزائر لأن يكون التاسع في احتياطات النفط، ال 16 في احتياطات الغاز الطبيعي، الثالث على مستوى العالم العربي في القوة العسكرية؟ نتحدث عن قوة سياسية قوة هائلة، تتحدث عن قوة اقتصادية وقوة عسكرية هائلة. من الذي أوصل الجزائر إلى هذه الحالة إن لم يكن هناك نوع من الاستقرار السياسي حدث في الجزائر؟ من الذي أوصل الجزائر إلى هذه الحالة عندما كان هناك ربما في الثمانينات والتسعينات القرن الماضي يقتل الناس في الشوارع باسم الدين، عندما كانت هناك جماعات إرهاب وجماعات إسلام سياسي في الجزائر؟ أليست السلطات السياسية في الجزائر ربما حققت نوع من الرضا النسبي، حتى خلينا أقول الرضا النسبي وليس الرضا المطلق، للمواطنين في الجزائر وحققت نوع من الاستقرار السياسي؟
اعتقد يعني لا يمكن ان نجلد هؤلاء الذين قاموا ربما بالتناوب على السلطه السياسيه في الجزائر منذ الثوره حتى تاريخه، لكن ان نعلن اننا نرفض ربما كل الانظمه السياسيه السابقه، اعتقد ان هذا نوع من اللي ربما اننا نجني عليهم يعني. لكن يرى يعني ربما يرى الجزائريون شيئا اخر، هذه بلدهم وظروفهم يعيشون فيها باستمرار. حضرتك يعني ذكرت بعض الـ يعني المزايا والمجالات التي تتقدم فيها الجزائر، لكن ربما يعني كانت تستحق ما هو افضل من ذلك بكثير، لكن لولا وجود فساد مثلا، لولا وجود يعني بعض المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه لكانت الجزائر في وضع افضل من ذلك بكثير، والا لما كانت كل هذه الاسابيع الاسبوع الأربعين نتحدث عن تظاهرات في الجزائر. يعني انا اعتقد كما اشرت لحضرتك طبعا ان حق التظاهر هو حق مكفول، يعني لا يمكن طبعا ان نتحدث اننا نريد تكميم الافواه او ما الى ذلك، طبعا الجزائريين طبعا يعبرون عن ارائهم كيفما شاءوا، لكن نحن نتحدث بوقائع تاريخيه يعني اثبتها التاريخ او على الاقل نتحدث سياسيا الجزائري. يعني سياسيا حضرتك ترى انه اجراء، لانه غير ذلك يعني ربما يكون للجزائريين قرارهم في النهايه، لكن حضرتك تقول انه المسار الانتخابات هو المسار الأفضل بالنسبة للوضع الجزائري الآن، جزائر ما بعد بوتفليقة. بالتأكيد طبعا حتى يتم استقرار الجزائر والوصول إلى شكل السلطة السياسية الحاكمة في الجزائر، لكن أنا نتحدث الآن عن سلطة مؤقتة منذ أبريل حتى تاريخه، نحن نتحدث عن قرابة العام 8 شهور، وبالتالي فأنا أتخيل أن الحل الأفضل هو إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي بعدها هناك إجراء انتخابات برلمانية حتى تكون شكل الدولة بالمعنى المطلق فيما يتعلق بالسلطات، سواء السلطة الرئاسية سواء السلطة البرلمانية. وأنا أعتقد أن مسألة التناوب السلطات في الجزائر طبعا هو نوع من أنواع طبعا الديمقراطية التي هي مثبتة في جميع دول العالم وفي جميع طبعا حتى الكتب السياسية وليس الكتب التاريخية. نعم. طيب لكن كيف سيكون الحال إذا يعني ما جرت الانتخابات الرئاسية في الجزائر، جاء للجزائريين رئيس جديد وسط رفض من الحراك الشعبي في الجزائر، كيف سيكون الوضع؟ يعني أنا أعتقد طبعا في حال أن وصول رئيس جديد للجزائر من الخمسة المرشحين واستمرار الاحتجاجات في الجزائر، أعتقد أن الحوار يكون هو سيد الموقف في هذه الحالة، بمعنى أن ربما يكون هناك نوع من التفاوض مع طبعا المحتجين في الجزائر من خلال طبعا محاولة مثلا الدعوة إلى الجلوس انتخابات الجلوس في ربما حوار عام فيه وما إلى ذلك، مثل لجنة الحوار التي كانت بقيادة السيد كريم يونس قبل ذلك. لكن أنا أتخيل أن الأزمة فعلا في الجزائر هي أزمة ربما أن هذه النخب السياسية لم تجلس مع بعضها ولم تتشاور مع بعضها، وأعتقد أن هذا كان نوع من ربما المشكلة السياسية في الجزائر، بمعنى أن كان على النخب السياسية في الجزائر، أتحدث عن النخب الوطنية، أن تجلس معا للوصول حتى إلى شكل معين من الأشكال المتفق عليها، ثم يتم رفع ذلك إلى السلطات المختصة في الجزائر. كان هذا هو حل الأزمة منذ البداية. أن تجلس مع المتظاهرين تقصد؟ اقصد المتظاهرين وايضا النخب السياسيه الاخرى في الجزائر، حتى ان سيادة الفاضله ان المتظاهرين في الجزائر الى الان ليس لديهم ربما زعيم او حتى متحدث رسمي باسمهم، كل ما هنالك ان هناك لافتات للمتظاهرين، لكن لا نعلم من الذي يقود هذه التظاهرات، لا نعلم من الذي ربما يحرك هذه التظاهرات، ربما بعض اساتذه الجامعات والطلاب، لكن المشكله ان القياده غائبه في هذه المظاهرات، واعتقد ان ربما هذه النقطه تحديدا هي التي اوصلت بالمظاهرات الى 40 اسبوع، لان طبعا المظاهرات ربما تنزل كل جمعه، لكن طبعا ما الهدف؟ اعتقد ان الهدف هو الاعلان ورفضهم للانتخابات الرئاسيه، لكن وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ فلنفرض ان الانتخابات اتفضلي. نعم، يعني تعقيبا على كلام حضرتك دكتور صادق، هذه النقطة نقطة أنه للمتظاهرين قيادة أم لا، ما الذي يريده المتظاهرون ويعني مستقبل هذه التظاهرات أو ماذا بعد؟ هذه هي الفكرة التي ربما يربط البعض يربط فيها بين المشهد في الجزائر وفي لبنان وفي العراق، حيث تشهد هذه الدول مظاهرات وحراك شعبي كبير. فكرة أن يكون للمتظاهرين بديل سياسي أو مشروع سياسي يقدمونه للسلطات القائمة في شكل حوار أو في شكل جلسات أو أي مكان، هل هذا ما تفتقده كل الحركات الشعبية الآن في هذه الدول؟ اعتقد طبعا الاجابه نعم، يعني قولا واحدا، يعني ان طبعا ان طبيعه القياده في اي مكان في العالم هي القادره على ايصال الصوت وهي القادره على توحيد ايضا الصفوف،
وبالتالي طبعا نتحدث عن ربما مشروع سياسي بديل بدلا من الاعتماد فقط على الاحتجاج طوال الوقت، بدلا من يعني المطالبه بسقوط ما هو قائم دون تقديم بديل. هل هذا عنصر يساعد ربما على حلحله الازمات في هذه الدول؟ هو العنصر الاهم يا استاذه دينا، يعني هو العنصر الاهم طبعا وجود قياده سياسيه حتى يتم حتى التفاوض ما بين هذه القياده من خلال مطالب مشروعه، من خلال مطالب مكتوبه او حتى مطالب ربما شفويه، من خلال طبعا السلطات القائمه. لكن ان يكون هذه التظاهرات ربما بدون عنوان او بدون حتى ربما قياده سياسيه او بدون مشروع سياسي موجود على الارض، فاعتقد ان هذه ربما اطالت امد المظاهرات في كل الدول اللي حضرتك تحدثتي عنها، ده من جانب. من جانب اخر لم يكن هناك ربما تفاوض بشكل حضاري ما بين السلطات السياسيه القائمه وبين طبعا المتظاهرين. نحترم مطالب المتظاهرين في كل الدول طبعا، لكن لابد ان يكون هناك قياده سياسيه، لابد ان يكون هناك برنامج واضح لهذه المظاهرات، مطالب واضحه لهذه المظاهرات. لكن ان يتم ربما اعلان لافته عريضه، الشعب يريد اسقاط النظام، وماذا بعد؟ يعني حضرتك هذه اللافته العريضه، الشعب يريد اسقاط النظام، اتحدث عن اي دوله وليس الجزائر فقط، اعتقد انها اسقطت دول ولم تسقط انظمه. وبالتالي فانا اعتقد ان الحل كما اشرت حضرتك ان يكون لهذه المظاهرات قياده سياسيه، قياده واضحه ليست سياسيه، المهم ان تكون لها قياده واضحه وان يكون لها ربما ملامح لبرنامج واضح او برنامج ربما سياسي يطرح، ومن خلاله يتم ربما الوصول الى حل توافقي ما بين السلطات القائمه وبين طبعا المحتجين في الشوارع سواء في الجزائر او في الدول العربيه الاخرى، حتى يتم ربما الوصول الى بر الامان كما يقال في دولنا العربيه. نعم. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية.